بسم الله الرحمن الرحيم. أعطني سمعك فأنذرتكم نارا تلظى وجاءكم النذير يا نائمين سيقظوا من نومكم لم يبق من قرب الحبيب ثباتا معرضين عن الكريم تعرضوا لربكم في دفكم نفحات ظل الغرور وكل شيء ذلك لا شك إن الله هو الطاعات أنتوا بأنفسكم من النار بلداء موحشة جعساء مظلمة أدماء محرقة زواحة البشرية اللهم اجعلنا من عتبائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار يا الله اللهم كيف لو أبصرتهم وهم على وجوههم في النار يسحبون يا الله إنها النار دار الذنب والهوان دار العذاب والخذلان إنها دار الشقاء والندامة والبكاء تجري دموعهم في نار جهنم بحارا وأنهارا ولن ينفعهم البكاء وهم يصطرخون فيها ربنا طبنا نعمل صالحات تريد أن تحافظ على الصلوات تريد أن نشهد الجمعة والجماعة نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فيها جبال من نار كهوف وتهاويل أنهار من قيح وصديد حيات كأنفال أعناق البشر وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإذا الجنين بأمه متعتق له فالحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله فالمقيم على الذنوب دفور وليعلم الجميع أن الله يمكن ولا يهمل وأنه إذا أخذ العصاة أخذهم أخذ عزيز مقتدر هدوم جولوه ثم الجحيم صلوه ثم في تلك أكل زرع ما تبعون ذراعا فاسلكوه يا مالك لقد نضجت من الجنوب يا مالك لقد تقطعت من الكبود يا مالك الموت خير من الوجود قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون اعتذاري ما أقول لربي في سؤالي وما يكون مقالي اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار مؤسسة رعاية حكام بالتعاون مع تسجيلات حفاظ الإسلامية تقدم قبل النظم للشيخ خالد الراشد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا وأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه، بأن له جنة عرضها السماوات والأراضي، ومنذرين بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. عباد الله، ساءت أحوال كثير من الناس وقل أدبهم مع رب الناس، فكثرت المعاصي والمنكرات، وعبثت القينات، وأكلت الأموال الربويات، وكثر المستهزئين بالدين وأهله والمستهزئات، وهجرت المساجد واستهين بالصلوات، وما ذاك إلا لأنهم غفلوا عن عذاب الجبار جل جلاله، وما ذاك إلا لأنهم غفلوا عن عذاب الجبار جل جلاله. كان لا بد من تذكير أنفسنا وتذكير هؤلاء بطرف من أخبار النار وأهلها، علها تخشع القلوب ويرتدع العاصي ويتوب ويقلع الناس عن المعاصي والذنوب. عباد الله، النار موعد المجرمين المكذبين والمعاندين والمستهزئين، كما قال الله: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذا صبوا فيها على وجوههم أغلقت أبوابها وأوفدت، فلا سبيل للهرب أو الخروج. قال الله: إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة، يحاولون الخروج فتتصدى لهم ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. سيشاهدها الجميع وسيؤتى بها على مرأى ومسمع من الخلائق أجمعين في ذلك اليوم الذي سيجمع الله فيه الأولين والآخرين. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، سيشهد الناس قدوم جهنم وسيرونها عيانا، وسيسمعون تغيرها والزفير. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لو تركت النار على أهل المحشر عباد الله لأتت على برهم وفاجرهم، فلا إله إلا الله، كيف سيكون حالي وحالك إذا اشتد الفرق وسال العرق؟ كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا؟ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. والله لن ينفع الندم ولن تنفع الذكرى، سيندم العصاة،
سيندم العصاة على ما سلف من المعاصي والذنوب، بل وسيندم أهل الطاعات ويتمنون أن لو زادوا في الأعمال الصالحة والقربات سيؤتى بجهنم، وسيندم كل جبار عنيد. فإذا جاءت بأمر الله تبارك وتعالى، جاءت بالهول الأكبر والفزع الأعظم، فيخرج من نفسها وهج شديد، ويسمع من جوفها دوي سلاسل وحديد، ويسمع الخلائق الشهيق ويرون الحريق. فإذا نظرت في أهل المعاصي سارت وصارت وتفلتت من الملائكة الذين يسحبونها، تنادي وتقول غاضبة بغضب ربها: لأنتقمن اليوم ممن خلقته وعبد سواك، لأنتقمن اليوم ممن أكل رزقك وعصاك، لأنتقمن اليوم ممن أثبت عليه النعم ونساك. فتذكر دفقة فتصيح الخلائق بأعلى صوتها: يا الله! تذكر دفقة فتصيح الخلائق بأعلى صوتها: يا الله! ثم تذكر دفقة ثانية فتشكو الأمم على ركبها، ثم تذكر ثالثة فتتساقط الخلائق على وجوهها، ثم تتتابع المشاهد والأهوال في ذلك المنظر وفي ذلك اليوم العظيم. فيسر الناس إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم ينادي: نفسي لا أسألك غيرها. ثم يأذن الجبار بفصل القضاء بعد شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فينادي الجبار جل جلاله: لقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي، ولسان حال العصاة مع اعتذاري، وما أقول لربي في سؤالي، وما يكون مقالي. فينادي الجبار: يا آدم على مسمع من الخلق أجمعين: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي لبيك وسعديك، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال 999 إلى النار. حينها في تلك اللحظات تدخل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لقوله: كيف المقيم على الذنوب دهور؟ عندها والله تعظم الخطوب وتظهر القبائح والعيوب، ويندم أهل المعاصي والذنوب. عباد الله، مهما قلنا ومهما وصفنا فلن يبلغ العقل معرفة اتساعها. إنها محرقة هائلة، بركات بعضها فوق بعض، تلقى فيها النجوم والشموس كما تلقى الأحجار الصغيرة في البئر العظيمة، وتتضخم أجساد أهلها حتى إنه ليكون برك أحدهم كجبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، وسمك جلده مسيرة 3 أيام. فيكون جثمان الواحد من أهل النار كأعظم جبل من جبال الدنيا. عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: برك الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. وعند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن مجلس الكافر من جهنم كما بين مكة والمدينة. ومع أنه يلقى فيها من كل 1999 على ذلك الوقت والصحابة، فإنهم لا يملؤونها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. سحرها شديد وقعرها بعيد، يا
يسوي الحجر فيها 70 عاما لا يبلغ قعرها، فيها جبال من نار وكهوف وتهاويل، فيها أنهار من قيح وصديد، فيها حجاج كأمثال أعناق البحر وعقارب كأمثال الجدار، يسري ثمها في أجسام أهل النار يعمل عمل النار أو أشد من ذلك النار. فيا خيبة من هذا حاله، ويا خيبة من هذا مآله، اسمع وقل يا الله، اسمع وقل يا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه قال: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار، فتنفس فأصابهم نفسه لفرق المسجد ومن فيه. إنها دار الخزي والبوار، إنها دار الخزي والبوار، خلقها الله لعصاة الجن والإنس وبهما فانفلت. قال الجبار: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أمرنا بالتعوذ منها صباح مساء وفي أدبار الصلوات، فإنها بئس المثوى وبئس القرار، ليس لأهلها فيها إلا التوبيخ والتفريع والسل والهوان. قال الله: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. واهن على أحوال قوم أعرضوا عن بابكم كم فاتهم خيرات، ومن احتمى بغير حماكم حلت به الآفات والفلكات. يا نائمين تيقظوا من نومكم، يا نائمين تيقظوا من نومكم، لم يبق من قرب الحبيب ثبات. يا معرضين عن الكريم تعرضوا، فلربكم في دفكم نفحات. خلوا الغرور فكل شيء هالك، لا شك إلا الله والطاعات. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اسمع يا صاحب القلب، واسمع يا صاحب الضمير الحي، اسمع يا رعاك الله. فإذا قضى الله بين العباد وحكم على عبد من عباده بالنار بعد أن قبره بذنوبه وآثاره، ثم نادى الجبار: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أليقوه، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مع الخدوم. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، ذرعها 70 ذراعا، ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم. قال المفسرون: فيتبعه 70,000 منهم، أي من الزبانية، فيسوقونه سحبا ودفعا إلى وسط الجحيم، فيأتيه ملك من ملائكة النار فيضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه، فيسكت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه،
ثم يقال له على وجه التحكم والتوبيخ: لقد إنك أنت العزيز الكريم. قال ابن عباس: أين أنت بعزيز ولا كريم؟ هناك في قعر جهنم ليس لهم من طعام إلا الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ليس لهم إلا القيت والصديق، وليس لهم شراب إلا من حميم. عند أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيقه، قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت صبوة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. أما قال الله واسطا ماءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أما أخبر الله عن صياحهم واستغاثتهم: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا يشرب برضاه بل قهرا وقسرا، وتضربه الملائكة ببطارق من حديد. وليس الحال ينتهي عند الخيط والصديق والشراب والطعام الذي لا يفتسى، بل من وراء ذلك العذاب عذاب وعذاب، خلوق وأنواع كما قال الله، ومن ورائه عذاب غليظ. أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ صعب أسد وأغلظ من الذي قبله وأدنى وأمر: خلوق من الطعام وخلوق من الشراب وخلوق من العذاب. أما سمعت عن شجرة الزقوم؟ أما سمعت عن شجرة الزقوم؟ والله قد سمعنا وجاءنا من خبرها، فأين أثر ذلك في قلوبنا؟ أعطني سمعك واسمع كلام ربك. أذلك خير نزلا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامهم؟ فإذا أكلوا منها وقطعت أمعاءهم من نتنها ورائحتها وشدة حرارتها، أرادوا الماء لإطفاء ذلك النار الذي اشتعل في بطونهم وأمعائهم، فلا يجدون إلا شرابا من حميم يزيد من النار نارا، فيشربون منه كما تشرب الناقة الحيماء التي تشرب ولا ترتوي من شدة عطشها ومرضها. فوصف الله ذلك: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم ليس الأمر ينتهي على طعام وشراب، بل تعذيب جسدي أيضا لا يستساق ولا يطاق.
فتشفى وجوهكم وجلودكم في النار. كلما نضجت تلك الجلود قتلوا غيرها فتحرق النار صدورهم حتى تبلغ قلوبهم كما قال الله. نار التي تطلع على الأفئدة، أي التي يدخل لفيفها إلى الفؤاد، فتوضع أحجار نارية على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج الحجر من ظهره، ويوضع فوق ظهره حتى يخرج من ظهره. عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: بشر الكنازين بربط يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من ناقض كفيه، ويوضع على ناقض كفيه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. وما ظلمهم الله، ضيعوا الصلوات وانغمسوا في المحرمات وتكبروا على أوامر رب الأرض والسماوات، فاليوم يجزون عذاب الهون بما كانوا يفسقون. ليس لهم مأوى ولا مآل ولا مصير إلا النار تحيط بهم وتأتيهم من كل مكان. ظلموا وتكبروا وتجبروا وجابوا الصخرة بالواد، تناسوا أن ربك لهم بالمرصاد. أمرهم الله أن لا يركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار، فأبوا وعاندوا وطغوا في البلاد وأبجروا فيها الفساد، فكانت جهنم لهم بالمرصاد. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يا الله كيف لو أبصرتهم وهم على وجوههم في النار يسحبون، يا الله كيف لو سمعت صراخهم وعويلهم وهم لا يسمعون ولا يبصرون. يناديهم أصحاب الجنة يناديهم أصحاب الجنة وهم على تلك الحال من الذل والعذاب والهوان، فيقولون لهم ما أخبر الله: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. كلما دخلت أمة إلى النار لعنت أختها، يتسابون ويتلاعنون ويتلاومون وكلهم في العذاب خالدون، يشمت بهم الشيطان ويتبرأ منهم قائلا لهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم إن الله وعدكم وعدا صادقا فأعطيتم وكذبتم، والشيطان وعدكم وعدا كاذبا فأجبتم وصدقتم، فلن ينفعكم حينها ندم ولا حسرات. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا يسمع كلامهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يرحمون. إنها النار عباد الله، إنها النار عباد الله، دار الذل والهوان، دار العذاب والخذلان، إنها دار الشقاء والندامة والبكاء. تجري دموعهم في نار جهنم بحارا وأنهارا
ولن يسعهم البكاء وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. نريد ان نحافظ على الصلوات، نريد ان نشهد الجمعة والجماعات. عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل النار ليبكون حتى لو اجريت السفن في دموعهم لجرت، وانهم ليبكون الدم، يعني مكان الدموع، ولن ينفعهم الله في البكاء. النار منزل اهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وحل الفور في سقر، وبعد ذلك جحيم وخاوية تقوي بهم في كل حد مستعر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، لها مقامع للتعذيب مرصدة، لها مقامع للتعذيب مرصدة، كل كسر لديهم غير منجبر، سوداء مرحجة، شعساء مظلمة، دماء محرقة، بواحة الجسر، فيها الأقارب والحيات قد جمعت، كأجلودها البغال الزفر والحمر، لها إذا ما غلت جسير يقلبهم ما بين مرتفع منهم ومنحدر. سأل الحجاج سعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك، بلغني أنك لم تضحك قط. قال: كيف أضحك، كيف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والسبانية قد أعدت. وقيل لمحمد بن الواسع: لما لا تتكئ في مجالس؟ قال: إنما يتكئ الآمن، وأنا لا زلت خائفا. عباد الله، عباد الله، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أوامره ونواهيه، تناسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أما سمعوا قول الله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يا إخواني، أنتوا بأنفسكم من النار، أنتوا بأنفسكم من النار، ووالله إن لم تتداركنا رحمة العزيز الغفار لنكونن من الخاسرين. فاجعل همك وشغلك الشاغل الفرار والنجاة من النار، فإنك إن نجوت من النار دخلت الجنة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أحبتي إخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن المتقين في جنات وعيون، وعن النار مبعدون. أحبتي إخواني، أما تشفقون من نار جهنم، أما تشفقون من نار جهنم وما فيها من العذاب والأنكار؟ أما تعتبرون في هذه الأحوال؟ أما تحذرون من سلاسلها والأغلال؟ وعجبا والله، وعجبا والله لمن يقرع سمعه مثل الصعير وهو بالله من عذابها غير مستجير. أفيك جلد؟
على الجحيم والصديد والدمر. أفيك جلد على نار وقودها الناس والحجارة؟ أم قد رضيت لنفسك بهذه الخسارة؟ عباد الله، إن من أعظم جرائم أهل النار استهزاؤهم بالدين وبأهله. إن من أعظم جرائم أهل النار استهزاؤهم بالدين وبأهله. ولقد كفر الله المستهزئين ولم يقبل اعتذارهم، فقال سبحانه عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أخبر الله عنهم أنهم كانوا يستهزئون بعباده وأوليائه، فقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. نعم عباد الله، سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء بعباد الله، وهمز ولمز بهم في شاشاتهم وقنواتهم وجرائدهم ومجلاتهم. بل حملهم بغضهم على عباد الله الصالحين أن نسوا معاملة الله ومراقبته، فلم يضر الصالحين ضحك أولئك واستهزاؤهم وسخريتهم. فلقد قال الله: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هم الفائزون بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار. ويا خسارة المستهزئين، وويل لأولئك الذين طاشت عقولهم وتمادوا في ضلالهم وغيهم وسخروا بالدين وأهله. وويل لهم إن لم يتوبوا ويستغفروا، وإلا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، يتمنى أهل النار الخروج من النار فلا تتحقق أمنيتهم. يتمنون الخروج لشدة ما يلقون من العذاب والنكال. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ويزيد من عذابهم وما هم فيه من النكال تقريع الله لهم وتوبيخه إياهم على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أودتهم في ذلك المكان. فيقول الله لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ألم نرسل إليكم الرسل وأنزلنا عليكم الكتب وبينا لكم صراطنا المستقيم؟ فما عذرهم وما حجتهم؟ قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. أي قد قامت علينا الحجة، ولكننا كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها. ثم يرفعون أميتهم وهم في النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أرجعنا إلى الدنيا سنصلي ونصوم
ولن نعود إلى ما سلف من الكفر والذنوب والعصيان والجحود. فإن عدنا إلى ذلك فنحن ظالمون مستحقون للعقاب، فيأتيهم الجواب صارما قويا من رب العالمين. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ما هو الجواب حين يسألون الخروج من الدار والرجعه الى ما فيه الدار؟ اخسئوا فيها اي يمكثوا فيها صاغرين ادلاء مهانين، ولا تكلمون لا تعودوا الى سؤالكم، فانه لا جواب لكم عندي ولا عمل في الخروج، فيكون هذا اخر عهدي بربهم فلا تسمع لهم بعدها الا السفير والسعير في السعير. فلما آيتهم من الخروج يطلبون مطلبا اخر، يطلبون الموت، يتمنون الفناء فلا يفنون ولا يموتون، ولأنه لا سبيل للكلام مع ربهم يكلمون مالك خازن النار. يا مالك لقد نضجت منا الجلود، يا مالك لقد تقطعت منا الكبود، يا مالك الموت خير من الوجود. قال الله مخبرا عنهم وعن أمنيتهم الأخيرة: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، أن يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه. فيأتيهم الجواب بعد عشرات من السنين. قال إنكم ماكثون، أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم بين الله سبب شقوتهم وصوامهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي بينا لكم الحق ووضحناه وكفرناه ولكنكم كنتم للحق كارهون وعنه مائلون. فلا خروج ولا موت، بل خلود في العذاب المهين. فخابوا وخسروا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل اهل الجنه الجنه ودخل اهل النار النار، في ابي الموت على صوره شمس اقرن املح بين الجنه والنار، ثم ينادى: يا اهل الجنه تعرفون هذا؟ فيترئبون فينظرون يقولون: نعم نعرفه هذا الموت. ثم ينادى باهل النار: يا اهل النار تعرفون هذا؟ فيترئبون فينظرون ويقولون: نعم نعرفه انه الموت. قال: فيؤمر به فيذبح بين الجنه والنار. ثم ينادى: يا اهل الجنه خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال الله واصبا آخر أحوالهم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اولم نعمل
منكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير تذوقوا فما للظالمين من نصير. يا ويلت هذه الدار داره، ألا إنها داره وقودها الناس والحجارة، ألا فليستحي العبد من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في كل الحالات ومعاصيه إلى ربه صاعدة في كل الأوقات. وليعلم الجميع أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العصاة أخذهم أخذ عزيز مقتدر. واعلموا رعاكم الله أن أعقل الناس محسن خائف، وأحمق الناس مسيء آمن. قال عبد الرحمن الأسدي: قلت لسعيد بن عبد العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في صلاتك؟ قال: يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: يا عم، لعل الله أن ينفعني بذلك. قال: ما صليت صلاة إلا تمثلت في جهنم أمامي، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا من أمات وأحيا وأبقى وأدنى وأسعد وأشقى وأضل وهدى وأفطر وأغنى وأبلى وعافى وأضحك وأبكى وقدر وقضى، يا من لا يقصد إلا بابك ولا يتوجه إلا لجنابك، أنت العلي العظيم الذي لا حول ولا قوة لنا إلا بك. من نقصد وأنت المقصود، وإلى من نتوجه وأنت الحي الموجود. ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود؟ ومن ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود؟ يا من لا ملجأ منه إلا إليه، يا من يجير ولا يجار عليه، أمرت ونهيت وحكمت وقضيت، فلا راد لفضلك ولا معقب لحكمك. تحيا قلوب العارفين بذكركم، والجاهلون قلوبهم أبوات. وقع النداء: ألست بربكم؟ قلنا: بلى، وأجابت الذرات. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت الله، أنت الرحمن الرحيم. خلقتنا رحمة من غير حاجة لنا، ورزقتنا وكفيتنا وأعطيتنا وتكفلت بأرزاقنا وآجالنا، منا وكرما منك. اللهم فأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، لا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا مفتونين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم احفظ رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا والمسلمين من النار. يا عزيز يا غفار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار.